مقصوص منها الماء، مقصوص عليها الماء. حيكون مكسر معناتها ويصلحوا فيها. ما عنديش عليها فكرة بالضبط. أنتم كمواطنين لهنا بحذاكم البرقاتير تقص عليكم الماء في لاصة شو اسمه؟ جوال هذي، جوال، شبيكة. فهمتني؟ مقصوص الماء على الناس كلها، أنا كاين الحلقو مكسر هاهم قاعدين يصلحوا فيه. والله أنا معبين وبادين ما وصل للناس اللي عنده بادين عباها واللي عنده وصلة عباها وشد في ربه إن شاء الله ربي يسهل. عملوا في اشغال بعد قص الماء، تين شنو عملتوا توا؟ خاطر الناس مش فاهم شنو اللي صار. والله نحن سيرفيس كابتاج جلب المياه بالقيروان، عندنا فويت توا من البارحه الاولى نخدموا فيها معناها على 800 الماء اللي ماشي سوسه ويعطي القروان، معناها في نفس الوقت يعطي القروان. صارت لنا فويت، اضطرينا باش نخدموا بالشيني غرق قريب 9 متر تحت الارض، اضطرينا باش نحفروا لهنا ورمالي، هذه البلاصه هذه رمالي معناها ترمي فيسع فيسع والغرق برشا، وثم كوندويت اخرى بجنبها هي الجي، نحن عندنا الكا والجي بجنب بعض. قطر 800 ملم. باهي، صارت الفويت هذيا خدمنا غرقنا اللوطه وعندنا بجنبنا روغال، تو شوف الروغال بلاصه الروغال غادي كينا اللي ركبنا عليه فانا، صار اكسيدون معناها، نحن في وسط الخدمه هو صار اكسيدون، شعر لمات فيها ارواح مش هو. من الطف اللي كونه نحن خرجنا من تحت الحلقوم ولا باس. هيك صار الفويت، صارت الفويت وصار قصة الماء معناها، ما عندنا حتى خيار اخر كان نقصوا الماء على القروان وعلى سوسه زاد في نفس الوقت. هذاك هو اللي صار. العباد هي فهمت بالغلط معناها، هي فهمت بالغلط، العباد يقولوا راهو الماء يعطيوا فيه معناها كما نقولوا نحن بالعاني قصه باش يخرجوا برشا حوايج، ونحن نخدموا تو لينا ثلاثة ايام ما روحناش لديارنا معناها. سبان وواحد في الفيسبوك وبرشا كلام تقال، وهو عيب الكلام هذاك اللي تقال، ونحن نخدموا. وفي نفس الوقت زاد نحن الخدمه نتاعنا نحن ريسك 100% معناها. نهبطوا تحت الارض معناها، وحتى في كما نقولوا نحن في الانتريت نتاعنا زايدين 62 سنه، والنورمالمون نحن المصنفين اشغال شاقه معناها، كان الصوناد مش مصنف اصناف شاقه، تو طيب تشوف الحلقوم لوطه غادي كينا وتصور تو طيب تشوف غرق قريب 8 متر 9 متر تحت الارض معناها، وزوز كوندويتات، كوندويت الفوق وكوندويت لوطه، 800 معناها اللي تشرف في قروان كامله بريسك. كاعوان الشركه الوطنيه لتوزيع المياه احنا ملزمين بالشيء هذا، وهذا واجبنا ماهوش مزيه، وقاعدين نخدموا الماء قاعد يرجع تدريجيا تو من البارح بريسك رجع في ما يقارب 140 ايترا في اتجاه سوسه، فهمني؟ والحمد لله وقاعد يتقوى تدريجيا، قاعد يتقوى فهمني؟ تو بالنسبه للرقاده والجهات الغربيه من القيروان قاعد يرجع تو بحكايه ساعتين اخرين ان شاء الله يرجع الماء فهمني؟ من شغال الفتره الناس الكل تتزز بالماء والحمد لله. قلت لي تو شبشوا ترجعوا الماء. شبشوا ترجعوا الماء ولا بالضبط تدريجيا عملنا الكولاج نتاع تصليح الكوندويت، جبر القنوات فهمنا اللي هي اثنين من القنوات، عدد اثنين من القنوات مليمتر اللي هي تمول السوسه والقروان والساحل سيد، الساحل سيد تسميها القيروان، والحمد لله عملنا العمليه هذه التصليح هذه انجاز كبير في وقت قياسي وجيز بحضور السلطة، وجاء حتى السيد الوالي اللي شافنا صباح كيفاش نخدموا في اسرع ما تتصور معناها فهمني. احنا من غير مقاول نخدموا من غير مقاول احنا تعبوا الاولاد، احنا جيناها بتعزيز من سوسه، بالنسبه للاولاد هذوما مياه القيروان، القيروان الجنوبيه والقيروان الشماليه، تعبوا بالقدا بالقدا ومنعوا من خطر مؤكد، موت مؤكد اللي هو اوفراج روجار كبير، قاعدين يخدموا في القناه الموازيه بجنبه، القناه هذه شنو يصير؟ يتك عليهم روجار كامل فيما تسبب في كسر القناه الثانيه اللي هي الموازيه، فهمني ولا لا؟ ولا زوز معناها زوز تكسيرات، هذاك علاش المي قص. ولا صلحنا الاولى في الليل نخدموا بريسك 48 ساعه بريسك فهمنا ليه؟ معناها سوسيسيف معناها فما روحناش لديارنا، بونا فطورات الحقيقه المسؤولين نتاعنا معاونينا برشا برشا، وديجا حتى هم مضحيين معانا معناها كلمه حق والحمد لله معناها، ونطمن العباد لاباس معناها فهمني. هاك شوف والله الحمد لله حاليا تو كملنا فهمتني الفويت هذه اللي سيرت جراءها هي تقص الماء جمله جميع المناطق، والحمد لله نحن قمنا بالواجب نتاعنا كل شيء وضحينا فهمتني ورجعنا تو قاعدين تدريجيا نرجعوا في الماء. وكا وديجا احنا تو من نهار الخميس مشنا راقدين الحال هذه لحظه وانا ديجا قاعد نحكي معك باش نرقد اصلا. ما يمشيش. هاك هو
الشركه المره ذي عاولت على اولاد؟ نحن اولاد الشركه ما نلوحوهاش، نحن ما غير مقاولين، نحن نخدموا طول عمرنا وحدنا. ماكينه ذي اللهم صل يعني بي عندنا معاوننا عندك عمك الهادي ذي اللي يسوق في الماكينه يرحم والدين والديه، هو اللي منعنا بريسك، هو اللي منعنا من الموت البارحه الاولى. نخدموا وحدنا، نسكروا وحدنا، مقاولين ما نجيبوهمش. السيرفيس خاصه كابتاج جلب المياه بالقيروان، نعمرنا بالعمرنا جبنا مقاول، نخدموا بيدينا وحدنا، نطلبوا من احنا بالحق من السلطات الفوقانيه، كونوا نحنا رانا مصنفين لازم تصنفونا بالحق على اشغال شاقه، رانا نهبطوا اللوطه في الماء. لو كان انت حضرت علينا البارحه الاولى تو ترى الفيديو، نعطيك فيديوهات تقعد ما تقول الحمد لله كي خرجتوا لاباس، معناها او ثلاثه من الناس العبد لله ومعز وسليم خرجنا من موت مؤكد. معناها تصور انت 9 متر تحت الارض وتيح عليك بيت من فوق سيكونديت، معناها انت كنت تحت البيت. نحنا سعينا باش رجعنا الماء في ظرف كيما نقولوا نحنا 12 ساعة، حتى أقل من 12 ساعة. خدمنا عملنا كودمال البارح مجهود من الفرق كاملة، معناها من سوسة ومن القروان، قمنا باللازم باللازم معناها، ونحن ما نخليوش شركتنا ما نخليوهاش ما نلوحوهاش. خدمة المواطنين بطبيعة الحال، يعني ما نجمش نخلي أمي وبابا وأخواتي ولاد حومتي جيراني أصحابي ما غير ماء، يعني البارح الناس كلها تطلب فيا الماء قص الماء قص، وسعينا باش نرجعوا الماء معناها. أو عمك الهيد أقوى شوفير نتاع ماكينة خويا يرحم والدين والديه. والله بالحق كان مشوا هو البارح في الكاس معناها اللي صارت، كان مشوا هو معناها نهض بينا باش نخرج من الفويت، يمكن تصير كارثه وما يفيقوش بينا هذا تحت الحلقوم. الهادي الماجري صونيل كوندكتور انجا، توعدنا لي نهارين ليلتين ونهارين واحنا فوق على عين المكان، فهمني بحسن وبفضل الله اللي كان اليوم رجع الماء للقروان. هذه بولاد يكون بالشباب الجيل الجديد هو تاع اولاد الصونيل، نطلبوا من الشركه يزيدوا دعمهم اكثر. الاولاد كانوا يحكوا قالوا كنا باش نموتوا عامل هادي ما دعنا. اي نعم، وقت اللي خدمنا احنا البروفوندور نتاع الغرق اغرق بالبنيه هذه الموجوده يقولها بالفانتوز هذه، وقت اللي غرف تحت منه الرمل نحس فيه كلي طايح. نورت الاولاد، الاولاد اخرجوا، قلت لهم اخرجوا في الخارج اللي خرجوا هما الله الله ورزقت الوالدين اللي هما منعوا، وهذيك فرحتي يعني انا واحد من الناس اللي منعت اربع من الناس. شنو عمل هادي اشتغلت؟ نعم. هذا من غادي ننزل نتا شويه مش خويا ربي يعاونك. هذا معناتها كوندوي تو تسون ووقعت كلاتمو، وانا كيما الحمد لله معناتها انا صاي صلحناه وركحناه الامور وبدلنا لباسه كامله. المنبع من القروان يشرب حتى الولايه سوسه، ولايه سوسه ويشرب حتى المستير ويوصل حتى قصرين الممكن حتى المهديه هذي. انا ثلاث ايام لهنا، ثلاث ايام هكا والحمد لله. المهم معناتها صفا سلكناه والحمد بعيد لله. بعيد على الصغار، بعيد على العائله. بالطبع حاجه اكيده كاو برا خدمه لازم كاو. ايش عملت في شقه الفتره والسحور؟ والله الحمد لله الشركه نتاعنا سما لا بينا معناتها سافا، معناتها موفرت لنا الماكله الحاجه مش باين هي معناتها الصناد مش مصنفتها من الاشغال الشاق. جرينا 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 باقي شيء، هذيك الحاجه مش باين. ياك تشوف فيه واحد يخدم ليل ونهار، فهمتي؟ ولا حد ما يشوفه، حد ما يغزر له، فهمت؟ هذه الصناد راهي تسمع بها الصناد، ولا الصناد معناتها بقيمتها. احنا ولاد الصناد، احنا ريت هذوكم كلهم ولاد الصناد تشوف فيهم الناس كل كي اغزر له حفره ذو صور الحفره. اي مستانسين نعطيهم مقاولين الحمد لله، ولينا احنا كيما نقولوا احنا خدمه وهذا كل كي باش نصحوا الشركه نتاعنا. واحنا قد ما استحفظنا على الشركه نتاعنا، والشركه نتاعنا مش قادمه لبيت لنا طلباتنا في نفس الوقت. كان جات لبيت لنا طلباتنا رانا مصنف المنادي من الاشغال الشاق، رانا ناخذوا بريم دي ريسك مثال، فما برشا حاجات ناقصه. حسين حميد رئيس اشغال القيروان الشماليه مصلحه الجلب بالقيروان. وقعوا معنا زوز تسربات كبار على زوز قنوات نتاع الجلب، قطروا 800 اللي يجيو من منطقه ولاد الزاير منطقه شريشيره يمشي يوصلوا لمدينه القيروان. عملنا اللي لازم معناها، جبنا الماتريال، جبنا الاولاد وخدمنا خدمتنا تسمى في وقت قياسي معناها مقارنه بالوقت اللي وقع فيه التسربات. احنا البارح تقريبا ال 11 تاع النهار وقعوا زوز قصور، اليوم هنا واحده منهم رجعت تخدم معناها تقريبا 8 متاع الصباح الماء موجود، والثانية إن شاء الله من هنا معناها جرون ماكس غدوة الحي إن شاء الله يبدأ ترجع من السيرفيس. معناها التصليح وقع، توا عندنا عملية التعب نتاع القنوات الرومبليساج،
ان شاء الله قريب ياسر ترجع الامور كما كان. لا لا تعبوا الاولاد الكل تعبوا الناس الكل متجندين ويعطيهم الصحه ما حتى حد ينقصر فهمني. فما شكون هاو زميلنا من تونس اللي يخدم على الاله الحافره هذه من تونس عنده 48 ساعه فما عباد معناها ثلاث ايام تقريبا 3 جور سكسيسيف نخدم وفما اللي خلطوا خلوط معناها رونفور جاو جماعتنا حتى من سوسه من كل بلايص الناس الكل متجنده والناس الكل تعبت وخدمت. هاي تو رجعنا فمتني المية فمتني وسكرنا في دونج وكذية وليل محمد رسول الله وربي وفقنا فمتني وكهو مروحين تو مروحين مزلنا دي مزلنا 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 نسكنوا زاد رجال كبار هذوما اللي يخدموا معنا عندهم تو ثلاثة أيام ما رقدوش زاد ما شاء الله عاونونا برشا زاد في الخدمة يعطيهم الصحة فهمتني وربي يوفقنا والله زهر معانا حتى ولده وعندنا عرفنا ولده في السبيطار ومعانا مضحي معانا حتى سي سليم وسي أحمد وجماعة عم محسن يرحم والديه ما حكاش على روحه راه ما حكاش على روحه هو يرحم والدين والديه الشيف مش مقصر والله ليلة كاملة معانا ثلاثة أيام معانا ولده مريض وبالظروف بالحق ما نحكي لك نحن في وضعيات كما هكا كترى من المسؤول الكبير للمسؤول الصغير الاخر الجندي في الصونات فهمتني جنود نحن لهنا نقوموا بها الصونات بقدره ربي لاباس والقادم خير وعلى فكره راهو ليله عادوا ثلاثه ليالي راهو مطر وبرد في الليل راهو والله مطر راهي برد برد بالحق برد ونحن في وسط المياه نخدموا برد برد ما نحكي لكش الحمد لله وكاو هاي بالحق تسميه في وقت قياسي راه مقارنة بسوس قصور على قارة المياه بالحق راه وقت قياسي وقت قياسي حتى مقاول ما يخدمش لا تجندت العباد ووقفت وتعبوا فيها بالكدا بالكدا زاد بالحق يعطيهم الصحة الناس الكل يعطيهم ألف صحة كيفاش شق الفترة هذه؟ شق الفترة الله يرحم والدين الجيران اللي موجودين هنا يكثر خيرهم وعروفاتنا زاد يرحم والدين والديهم اي هو اللي قام بالواجب زميلنا بالحق زميلنا قام بالواجب وجاب لنا شق الفترة يا خويا كثر خير هذا هو السامين بتاع صاحبنا هو سامين الصونات ده هو لا واحد اجي بالله يا جام اجي سيدي محمد بن قاسم منصور في الصونات في الصونات في الصونات كنت نخدم خلصت الانتريد في الصونات البارح ضيفتهم مشيت معاهم كل شيء وامور اللي ما كان ويخدموا على ارواحهم ليل ونهار وربي ينجحهم وربي قال لي حتى حم ودجاج سوري وشوربه وديسير كل شيء هنا جبت المطار وكل شيء وقزوز واللي لازم الكل فرحت به انا من عند ربي كل من عند ربي كل من عند ربي كما انا ضفت عند بلاصه اخرى نضيف اللي عندي هنا باش نسيبهم حدا داري بيناتنا ما يباتش من 200 متر يلزم نقوم بهم بكل شيء في الواجب تاو اوكي بير فرساس الطال وين نلف الدهن يا الله يا ربي شغال شاقي يا ابني شوفوا هذا شغال شاقي